يا صاحب الجلالة، يا صاحب الجلالة، يا وزير الصحة، تدخلوا تنقذوا هذه المنطقة، انقذوها من البطش، انقذوها من الظلم، من الغدر، من كل الطغيان الذي يمارس على هؤلاء الناس. وشكرا لكم يا أيها الإخوة. المشكل عندنا في الإقليم هنايا، هذا المستشفى ولا عندنا مشكل دار نهار الاول باش يدير الحلول. دابا ولا عندنا مستشفى داير لنا غير عراقيل، ما كتبقاش تمشي حتى لاي مستشفى كيقبلك لان عندك مستشفى اقليمي. دابا هذا المستشفى في مشاكل كثيره وانتم لمستوها دابا وقالوها اللي سبقوني. انا اللي نقدر نقول لكم دابا هو هذا المستشفى الا كان مسدود غنكونوا حنا مرتاحين في اقليم مديونه، لان غيستقبلونا المستشفيات المجاوره. محدو كاين هذا المستشفى، ما كيستقبلوناش المستشفيات الاقليميه المجاوره، وهذا المستشفى غير قنطره نقطة العبور. دابا حنا تنوجهوا رسالة للمندوبة، الله يرضي عليك، سيري في حالك، خلينا تنتعاملوا معاك بمراسلات. قلنا لك ما قديتيش تواجهينا، ما قديتيش تجلسي معنا حتى 10 دقائق، سيري في حالك، وخلي مندوب خارجي تكون دماء جديدة في المندوبة، ونشوفوا الأمور ويجي يعالج هذه المشاكل اللي كاينة دابا. دابا كاينة مشاكل، أنت 3 سنين ما درتي فيها والو، وما قديتيش تستقبلي المجتمع المدني، وكتسبقينا فين ما كتسمعينا غادي عندشي رئيس الجماعه كتسبقينا باش تعيطي ليه. علاش رئيس الجماعه اللي دخلنا ليه يبدا يقول لك يلاه عيطت لي المندوبه؟ علاش عندنا جوج المطالب، المندوبه ارحالي، وهذا المستشفى يحيدوا منه هذه الوثائق ديال ضروري نقطه العبور، ولا يسدوه باش ما يبقاش نقطه العبور، لان ما قدوش عليه المنتخبين، ما قدوش عليه الادارات، ما قدوش عليه. حنا بغينا خدمات جيده، ولا الاغلاق ديالو حتى يكون مندوب اللي قد عليه. انا السؤال اللي عندي هو بالنسبه للزومبيرونس اللي كاين هنا داخل المستشفى، جوج ما خدامينش ياك، هذا الاشكال الاول. ولكن علاش كتلقى ليزومبيرونس بريفي؟ واش في نظركم الساكنه ديال الاقليم مديونه اللي كتفتقر ابسط ما عرفتش شنو هو غنقول لها، واش في نظركم غتخرج تلقى هاد لومبيرونس بريفي غتركب فيها؟ ها هما دابا واحد خونا مضروب في رجلو مسكين جاي كسيده، ها هو مليوح هنا في السبيطار، بامكانك وكانت الحاله الماديه ديالو غيخرج غيهز لومبيرونس بريفي غيهزها، علاش ما تاخذوش جوج الناس او ثلاثه او اربعه من هاد الجماعات الخمس اللي عندنا حنا في الاقليم وتمشيو تاخذوا ديروا لي كارفيرون ديالهم في لي زومبيرونس وتخدموهم وتزيدوا؟ انا ما بغيت نعرف هذا الاقليم عندنا حنا محقور في الزبل، سلحوا لنا في الاقليم الرازي فيما كان شي واحد مريض نفسي الله يشافيه، لكن الشباب ديال الاقليم ديالنا اللي كتلقى مريض نفسانيه مسكين ما كيتستقبلش، كيضربوا بين نهار يلوحوا واحد كيجيبوه ما عرفت كياكلوه يشربوه، 600 مليون كتجي كياخذوا هادو 200 مليون، الرازي كياخذ 400 مليون. راه ما فهمتش انا السير هاد الفلوس هادي كتمشي لاخر، 400 هادو كتمشي عندهم مليون 200 مليون، اشنو غيديروا بها؟ دوزوا بها صفقه ديال السيكيريتي بواحد ب 171 مليون، وتصور معايا سكانير او راديو خاسر وما صوبوش، وبامكانهم انهم يدوزوا صفقه ديال السيكيريتي ب 171 مليون عادي. واحد كيشوف يمهرس ليك يقول لي سير ال 20 غش باش دير تي سكانير، لا يمكن، راه ما تقبلهاش العقل اصاحبي. التبذير ديال المال هذا، السيكيريتي تمنى حنا كنجيو هنا نقطعوا الريوس، حنا راه السيكيريتي حل لي واحد باب واحد، انتوما دايرين لي 20000 واحد الله اعلم شحال كتعطيهم، وداك الشيء بيناتكم الصفقات التحتانيه الله اعلم شنو شي كدوز فيها، وغادي تقول لي انا سكانير خاسر، شحال خاسر؟ خاسر 7000 درهم 10000 درهم، ما كاينش اللي غيصوبوا، ما عندناش الفلوس، لا يمكن. كنطالبوا، شوف إلا كان غادي يتحسن الوضع ديال هذا المستشفى الإقليمي وتقاد فيه المسائل ديالو، الماتيريال، الأطباء، مسائل تجي تقاد الأمور ديالك بلا ما تبقى تمشي للمستشفيات الأخرى، مرحبا، هادشي اللي باغي حنا أخويا، ما باغي أنت شي حاجة. إلا كان غادي يبقى بحال هكا ويكفس أسدوه، خلوا الناس بلا ما تبقى تكرفس هنا تمشي ديريكت للمستشفيات الأخرى. بالنسبة للمشكل ديال المستشفى الإقليمي بمديونة، واحد المده هو فاتح الابواب ديالو تقريبا مده ديال 8 سنين، واحد المده المهم ما بقيتش عاقل على المده بالضبط، ولكن واحد المده هو حال وحال في وجه الساكنه. هذا المستشفى الاقليمي حنا تنعانيو معاه،
تحسب علينا مستشفى اقليمي على حساب مديونه بدون وهو كيعاني واحد المجموعه ديال المشاكل. لان واحد القضيه من قبل كانوا الناس ديال مديونه الوقت اللي كيمشيو لسيدي عثمان كيمشيو للسبيطارات ديال الدار البيضاء مولاي يوسف كذا سميتو كيستقبلوهم. دابا حاليا الوقت اللي كيمشيو الناس لتما كيقول لهم ودي راه عندكم مستشفى ديال مديونه، ما عندكم مستشفى اقليمي، علاش كتجيو عندنا حنا؟ تقريبا انا واحد اسبوعين دابا بديت الوالده على قبل الطبيب ديال العظم في سيدي عثمان قال لك اودي راه انتم عندكم وردونا، مع العلم ان هذا المستشفى ما كيقدمش الخدمات. والمشكل اللي عنده المشكل الكبير اللي كاين في هذا وكنعتبروا حنا معلمه، كنعتبروا معلمه لان فيه تجهيزات فيه ليكيبمون فيه سكانير فيه جميع تقريبا الاليات وسميتو مجهز مزيان. ولكن المشكل اللي تيعاني منه هو الاطر، والاطر الطبيه والموارد البشريه والتخصصات. وهذا وكان واحد المجهودات جباره اللي دارت على مستوى المجتمع المدني، على مستوى المنتخبين، على مستوى السيد العامل، على حتى من وزير الصحه انا ذاك الوردي كان جزار عندنا جزار سميتو زار المستشفى الاقليمي وكان واعدنا ان يتحل هذه المشاكل كلها. وللاسف الحدود الساعه ما تحلتش. وبالنسبه لهذا المشكل ديال الموارد البشريه راه كان سميتو في المجالس السابقه الولايه السابقه من 2015 ل 2021 تقريبا جو بونس انه في 2019 او 2020 كان دارت واحد المجموعه ديال الاعتمادات ساهموا فيها الجماعات بخمس ديال الاقليم، يعني جماعه مديونه وجماعه المجاطيه وجماعه الهراوي وجماعه سيدي حجاج وجماعه تيط مليل وبليس المجلس الاقليمي ساهموا تقريبا شي جوج المليار. وغدار جمعيه غتاسس من الاطباء، وهذوك هذيك الجمعيه هي الوقت اللي مثلا يكون الخصاص كيتعاقدوا معاهم بالتشارك باش يحلوا هذا المشكل هذا. والحدود الساعه راه باقي هذا كننتظروا، وباقي المشكل قائم وباقي المواطنين تيعانيوا. حنا كتنسيقيه وكساكنه اقليم مديونه كنعانيوا من ضعف ديال الخدمات ديال المستشفى الاقليمي وكنطالبوا بالاغلاق ديالو. فما الجدوى من وجود ديال البنايه بلا خدمات؟ مثلا كنجيو كنلقاو الطبيب ديال الحنجره والانف ما كنلقاوش عنده لوجيستيك باش يخدم، مثلا الطب ديال العيون كذلك والمثال ما كيتوفرش على لوجيستيك باش يخدم، المراكز الصحيه كذلك والمثال كتفتقد الموارد البشريه حديت لا حرج. كنطالبوا بالاغلاق وكنستنكروا حتى التواصل، ضعف التواصل ديال المندوبه مع الاطر الطبيه. هي ما كتقدرش تواصل حتى مع الاطر الطبيه، فكيف لا ان تتواصل مع فعاليات ديال المجتمع المدني؟ وكنستنكروا هذا الوضع وكنطالبوا بتدخل ديال الجهات المعنيه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.